مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بغتالوس برينسيبل وبالعالم رقم 2 A2. راح أفرجيكم اليوم النجمة الموجودة بالعالم هذا وين هي. النجمة هاي إجمالا إلى حد ما سهلة، بس العالم شوي كبير. راح تلاحظوا هون أول ما تطلع من العالم، في من وراء في عندي باب، والباب مسكر وعاوز مفتاحها. أنا كنت فرجيتكم بالحلقة الماضية النجمة وين موجودة. تعالوا أول شيء حتى نحاول نفتح الباب الموجود هون. الباب هذا حتى تفتحه عاوز مفتاحه، والمفتاح موجود بالمنطقة اللي فيها هدول الكرات أو الروبوتات. فأول شيء بدي أعمله، ما بعتقد إنه فيني أدخل من هون. المكان اللي بدي أفوت له ما فيني أفوت له من هون. طيب، فأنا بحاجة إني أول شيء بحاجة إني آخذ هاي وأتخبى فيها على جنب، أنطر بس هذا لحتى يمرق. تنطر لحتى يمشي، تتسلل من وراه بهالشكل هذا، وبتطلع من هون. انسى امره، بتسكر على هاي وبتمشي. احنا بالحلقة الماضية فتنا بهالمكان هذا وقعدنا نفكر كيف بدنا نفتح البوابتين هدول، لكن في عندنا هون محل سري انفتح، مكان سري. والحلو باللعبة هاي انه فيها كتير اماكن هيك مخفية من ورا. اخذنا المفتاح، ما في شيء تاني هون باستثناء السلم. فيك تطلع عليه وفيك انك ما تطلعش عليه وترجع من محل ما كنت. احنا هون طلعنا، بعتقد طلعنا لبرا. اوكي، طيب هذا اذا المفتاح اللي بيفتح الباب اللي مسكر هناك، و نفتحه وبس تفوت لجوا بتلاقي الجامر اللي احنا عاوزينه لحتى نروح نفتح الحاجز. الحاجز موجود موجود هون، واحنا شفناها وين موجود بالضبط. هاي الشغلة العجيبة باللعبة انه ممكن تضوعك اذا مش عارف وين ماشي. لا مش من هون، متاهة يعني، باختصار متاهة. موجودة هي بمكان ما هون، هاياها من هون، وهاي هي النجمة. نجمة جديدة. كنت حكيت بالحلقة الماضية عن كبسولة زمنية، كان طلع انه هالكبسولة هاي مش مخباية بالشجر مثل ما انا كنت مفكر، مخباية بأنظمة الكمبيوتر الموجودة هون اللي مش راح ألعبها بالحلقات هاي. لكن اللي بدي أعمله هلأ هو اني بدي أروح. خلصنا العالم رقم 2، و هذا العالم رقم 2 خلصناه مع النجمة تبعته، والعالم رقم 3 كمان كنا خلصناه، جمعنا كل شيء منه. عاوز المكعب، في عند المكعب عندي قطعتين لون برتقالي عاوز اني اطلعهم. هل هن موجودين بالعالم رقم 4؟ موجودين بالعالم رقم 4، نعم. ليك في عندي هون حطت لي علامة جديدة، كما يبدو في شيء جديد بدي استعمله هون، ما بعتقد استعملناه بولا حلقة سابقة. تعال نفوت على العالم رقم 4، راح نفوت له بالحلقة القادمة. خليكم معنا.